وفد الأزمة المشكل من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي زار كربلاء اليوم أشار عدة نقاط عقب لقائه بعدد من الناشطين المدنيين والمسؤولين المحليين والقادة الأمنيين. فبعد الإعلان عن عدد ضحايا وجرح التظاهرات، انتقدت المفوضية تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية خلال فترة التظاهرات في الأيام الماضية، في مشهد يؤكد منع وتقييد الحريات التي كفلها الدستور. طبعا واحدة من أهم المعطيات أنه لا تتحول المدن إلى ثكنات عسكرية، والمفوضية تنظر بعين القلق الشديد إلى مثل هذه التصرفات. وقد لمسنا أنه من أفضل التظاهرات التي حصلت خلال الفترة الماضية التظاهرات في كربلاء كونها حضارية جدا. مفوضية حقوق الإنسان أكدت أن عدد قتلى التظاهرات في كربلاء كان 3 إلى جانب 36 جريحا. الوفد أكد مطالبة القيادات الأمنية بمنع استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الشرطة ومكافحة الشغب، إضافة إلى وقف مضايقة الصحفيين والإعلاميين أو منعهم خلال تغطية التظاهرات. نرفض وبشدة استخدام موضوع الرمي الحي على المتظاهرين، وإن ثبت ذلك فسيكون لنا إجراءات. يوجد هنالك موقوفين فعلا وفق المادة 230 من قانون العقوبات العراقي، وهنا عددهم 12 موقوف تم إخلاء سبيلهم جميعا بكفالات ضامنة. وفيما نوه وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يستخدم العنف بحق المتظاهرين، أكد ناشطون أن الفترة السابقة شهدت حملة ممنهجة أوقفت التظاهرات بالقوة، ما دفع إلى المطالبة بمحاسبة من انتهك حقوق الإنسان في كربلاء ومصادرة حقه في التظاهر السلمي لإصلاح النظام السياسي، مع التأكيد على إلغاء مجالس المحافظات وامتيازات الدرجات الخاصة والبرلمانيين. نحتاج إلى إصلاح سياسي، فلذلك من هنا أننا نطالب بإلغاء مجالس المحافظات، وكذلك نطالب بإلغاء الامتيازات والنفقات لكبار المسؤولين العراقيين. الوفد سجل أيضا انتهاكات بحق الإعلاميين في عدة محافظات ومنعهم من تغطية التظاهرات وتعرضهم للمضايقات، فيما يرى مراقبون أن الوضع إذا استمر على الحال الراهن فلا بد من تدخل دولي لضمان الحقوق والحريات. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.